الابيليبسي سيجر. شو يعني سيجر؟ السيجر هي it's like a burst. اوكي okay. وين بتصير البرست بالضبط؟ بتصير بمحل بالالكتريكال برين سيلز. يعني بيصير في عندنا uncontrolled للالكتريكال برين سيلز بتعمل هيدي البرست. بيصير هو بطريقه انفولونتاري يعني منه واعي مش قادر يتحكم بحاله. بصير كل الوقت عم يتصرف المصلصه بقوله بتلاقيه كل الوقت عم يرجف ما قادر يسيطر على حاله لانه اصلا هو uncontrolled ما فيه يعمل شيء. هون اذا بتكونوا شايفين عم يرجف وبتحسوه ما بتعرفوا شو عم يتصرف كثير ايام بتصير. انا بهيدي الحاله شو في اعمل؟ بهيدي الحاله اول شيء اهم شيء بيقولوا انه don't restrain your pet. يعني مش تجربوا تيجوا توقفوها لهيدي هو عم ما هي اصلا uncontrolled انتم مش رح تقدروا توقفوها رح تكونوا عم تاذوه اكثر. اهم شيء ما تجربوا توقفوها. ثاني شغله بدكم تكونوا حاطين البيت بمحل بعيد عن اي اوبجي معقوله تاذيه ومن ضمن الفرنتشر عم بحكي لانه فيه بلحظه مش من ورا السيجر من اي شيء حواليها يقدر ياذي حاله اذا كبريته آلات تنكسر يكون على فوتاي او على مطرح عالي يوقع. سو اذا كان على فوتاي قادرين اول ما يبلش معرفته بلشت السيجر جربوا نزلوه على الارض بيكون بمحل بعيد عن اي شيء. اوكي اذا شفتوها بلشت ومش قادرين بقى تحملوه اتليست مش تهدوه يعني توقفوها بس تضلكم تحضروا لطريقه انه ما يوقع. السيجر اجمالا لاست 2-3 minutes. سو بتعرفوا انه عندكم دقيقتين 3 دقائق بدكم تضلكم متاكدين انه ما في شيء رح ياذيه ابعدوا عن كل شيء وتنطروا لحتى تخلص. بعد ما تخلص هو بتكون حرارته بلشت شوي تقشط. سو كثير مهم هون نضلنا محافظين انه نحط اذا شيء بركي لايت بلانكت او شيء عليه لحتى نحافظ على الحراره تبع الجسم ومن بعدها دغري نحكي الحكيم البيطري. ليه قلت نحكي مش ننقله؟ لانه في محلات معينه يمكن يقول لكم انه اعطوه هذا الدواء بيكون واصف لكم الادويه يمكن بس انه بحاجه لتعطوا دواء ويمشي الحال. يعني هي شيء مزمن رح تضلها موجوده فيه مش رح تروح. ما إلا في كتير محلات ما فينا نعالجها. سو كرمال هيك الحكيم حسب الهيستوري تبع الكلب بيقول لكم إذا بحاجة تجيبوه لعنده أو لا.